ايه ده؟ اوبا، ايه ده؟ ايه اللي جاب الكور دي هنا؟ ده كنت عمال ادور عليهم من بدري. اوبا، ده انا جت في دماغي فكره. دي دول اوبا بقى على الجمدان. وانتوا بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه عشان نوصل ل 2 مليون. عايز كل بيحب بس يبقى كده اعملوا اشتراك للقناه عشان اوريكم جزء فيديو جامد. جازوا عشان تشوفوا فيديو جامد قوي 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 قوي. بقول لكم ايه، تعالوا كلكم بره بسرعه، يلا يلا. ولا ايه ده؟ ماله ده؟ مش عارف حبيبي، تعال شوف ماله ده. تعال يلا حاج، يلا يلا كلكم يلا. ايه يا حبيب، في ايه؟ جاهزين للي جاي؟ هو ايه اللي جاي؟ اللي جاي ملوش زي. ملوش زي؟ جاي ده جيب لنا ايه؟ بسبوسه بالقشطه؟ بسبوسه؟ بسبوسه يا جدو، فصلتني من المود اللي انا كنت فيه. طب ما تخلص وتقول في ايه بقى وسيبك منه. انا هقول لك يا ماما، احنا كلنا كده بربطه المعلم هنرجع نعمل التحديات تاني، فاكرين؟ ايه؟ تحديات تاني؟ لا 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 لا، مش قادره، مش ناقصه فرهضه. الله يا جعفرتي، خايفة تخسري زي المرة اللي فاتت؟ ما بلاش انت يا حاج، اسكت ها اسكت، انت نسيت انت عملت ايه المرة اللي فاتت ها؟ نسيت كسبت ازاي اصلا ولا فكرك؟ خلاص يا اخت، لو مش خايفة كده وقلبك جامد كده يبقى تلعبي معانا. يا سلام، العب ما العبش ليه يا حبيبي؟ ولا بسيم، قول يلا ايه التحديات؟ حلو قوي، ركزوا بقى معايا كده بقى عشان التحديات المرة دي مختلفة وجامدة. وأول تحدي معانا هيكون، وتاني تحدي هيكون، التحدي الثالث والاخير هيكون. نيجي بقى لاول تحدي، هيكون كل اثنين ضد بعض، واللي هيوقع الثاني مرتين هو اللي هيكسب. حلو ده يابا. طب وهتحدي ازاي بقى اللي هيلعبوا سوا؟ سؤال حلو يا جدو، هنعمل وهنطلع كل اثنين ضد بعض، بس طبعا مش هينفع اعملها عشان العب معاكم، فهنستعين بصديق عشان يعمل لنا قرعه. صديق؟ صديق مين ده؟ السلام عليكم. هو انت؟ ربنا يستر. ايه مش هتلعب معانا ليه؟ والله كان نفسي العب معاك يا حاج، استعبالت شويه. ابو الصحاب يلا طلع كده الورق واختار لنا. يلا بسم الله. جاهزين؟ باسم. هلا اللي بعده الحاجه. يلا بولس. يلا جد خش يلا. بس كده، واخر اتنين اكيد ما فيش غيرهم، الحاج وام كرش. كده كله عرف ارقامه. يلا اول اتنين جاهزين. انا جاهز. وانا جاهز. يلا 1 2 3 ابدأوا. تاني اتنين بقى جاهزين. انا جاهز. وانا كمان جاهز. واحد اتنين تلاتة ابدأوا. تعال يا جد. ولا هتروح فين يا جد؟ تعال تعال كده. يلا يلا. طب خد يا جد التالت. يلا وجهي. ايه ده؟
هنا لا كده خم كده خم على فكره بقى مش هينفع خم طب خم خم بقى خد واحده التوت الجلد ولا خد دي مني هنا بقى كده خم بقى بص بقى كده خم بقى بس كده جدو يكسب اوبا انا جدو مش هتشط يلا مش هتشط مش هتشط مش هتشط يلا اخر اتنين بقى جاهزين انا جاهز وانا جاهزه واحد اتنين ثلاثه ابداوا تعالين بقى كده طب تعالى بقى يا بابا تعالى بقى ايه ده الخم ده بس كده الحاج يكسب او مفيش اسهل من كده حد قال جاي حد قال انا ما تفرش صدرك قوي بس كده ابو الصحاب عايز اي حاجه تاني كده مني لا ابو الصحاب اتكل انت بقى يلا السلام عليكم بقى السلام عليكم جاهزين يلا للتحدي التاني هنا بقى التحدي التاني البولينج التلاته اللي كسبوا بس هما اللي هيلعبوا كل واحد هياخد الكره مره ويهدف على البولينج دي اقل عدد فيكم انتوا التلاته هو اللي خسران وهيطلع بره تمام يلا يلا جاهز يا حاج ابدا انت يا قوي جدو يلا انت اللي بعده خش يلا مع جدو خش يا ركز يلا ركز يلا جدو جه اوعى المشطشط جه اوبا الله اكبر الله 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 تعيد من يومي يلا اوعى انا عظمه قديمه على يلا ماما انت اللي عليك الدور اتفرجوا بقى على جعفر بقى ايه ده ايه ده الحق جعفر كلب وراكي كده ماما اللي خسرت يعني اللي كسب بابا وجده بس في حاجه نسيت اقولها لكم اللي هيلعب الجوله الاخيره دي اللي هيحكم منها هو اللي خسران في الجوله الثانيه يعني من الاخر ماما اللي هتحكم في الجوله الجايه دي ايه دي اللي هتحكم لا 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 معلش بقى انا عايز حكم اجنبي اجنبي طب وقابلني بقى حاجه لو كسبت في الليله دي يا انا يا انت بقى وده التحدي الاخير وده عباره عن ايه بقى ده بقى عباره عن انت وجده كل واحد فيكم هيختار مركبه من دول ويركبها واللي يوصل لاخر البسين ويرجع تاني لهناك يبقى هو الكسبان وطبعا عشان مش هبقى انا الحكم ماما اللي هتبقى الحكم كده انا ماليش دعوه يلا باي باي هنشوف بقى مين اللي هيحوشك مني يا حاج وانا اخاف يا اختي كل على الله ها جاهزين وانا جاهز يا حبيبتي يلا وانا كمان جاهز درجن 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 يلا واحد اثنين ثلاثه ابداوا وبحصل لي بقى يا حاج يا جميل بقى يا بجي كلب يا بجي كلب خد بقى انا بقى خد دي مني بقى سلام يا بجي العبيطة وبنزل بقى عم عطا لا كده خب انت وليقتي في ايه؟ انت مش شايفه ولا ايه؟ بس كده الحاج اللي كسب الف مبروك يا حاج الله اكبر الله اكبر عيا وكسب وكسب وانت بقى لا بقول لكم ايه بقى شغل النصب ده مش هينفع بقى ده انتوا ليه خمامه انتوا ليه مش عادله يا حاج لو اشتوب جعفر دي اشرف حكم شفته في حياتي ان شاء الله يخليك يا حاج كده طب سلمنا على اشرف بقى يا حاج روح بقى شوف اشرف بقى يعمل لك ايه شوف الكلب شوف الكلب ولا يا ابني الكلب طلعني اغرب خليك انت بقى دلوقتي يا حاج اشرف بقى اما انت بقى تعالي لي بقى تعالي لي اولاد تعالى اطلع مني فين اطلع مني ايه ده؟ فكرة تعالي لي بقى مر عليا
تعالي بقى خدي بقى مني بقى خدي 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 هنا ليه كده يا حاج؟ ايوه خدي بقى مني بقى دي القاضيه بقى اطمه اي صدق جد جامده دي يا حاج